احسن المباريات اللي هي الواحد بيستناها وبيلعبها، خصوصا ان انت انا كواحد حارس مرمى كنت بلعب في النادي الاهلي حتى من وانا صغير، يعني كنت دايما بحب ماتشات الاهلي والزمالك، الماتشات اللي هي القويه دي. الماتشات بيبقى 90 دقيقه شغل فيها، ودي بقى احسن ماتشات كتير جدا، ما بيبقاش فيه عليك هجمات او حاجه. فماتشات الاهلي والزمالك من وانا صغير كنت دايما بحبها. يمكن لما طلعت مع الفريق الاول ما كنتش بلعب بصفه اساسيه، كان طبعا كابتن عصام الحضري هو اللي كان بيلعب كل الماتشات. كان اول لقاء ليا كان اهلي والزمالك، كان ساعتها مستر مانويل جوزيه كان مريح كل اللعيبه، كنا واخدين الدوري قبلها باسابيع. فكان اول لقاء ليا مع نادي الزمالك، الحمد لله كنت كويس جدا فيه وصديت ضربه جزاء. لكن مباراه القمه سواء وانا في النادي الاهلي ضد نادي الزمالك، مباراه حماسيه، بتبقى مباراه فيها شده من الجماهير والاعلام واللعيبه. لكن عايز اقول حاجه، ان اللعيبه دايما هم اصحاب مع بعض بره الملعب وجوه الملعب، لكن هي المباريات دي بتختلف، ان انت بتبقى فيها شده جامده جدا سواء من الاعلام او من الجمهور، ولكن في الملعب بتبقى حاجه تانية خالص مختلفه، وبتبقى بطوله خاصه لوحدها، لان انت اللي بيكسب بيبقى بطوله خاصه، وخصوصا ان انت لما بتيجي تلعب على بطوله بتبقى مباراه حاسمه زي الماتش اللي جاي، ماتش حاسم كان في فرق بنط للنادي الزمالك، النادي الاهلي كان عنده مؤجلات، قدر يكسب وقدر يوصل الفارق لنقطه، فدي حاجه كويسه جدا، ودي مش جديد على النادي الاهلي. وان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله المباراه القادمه باذن الله، والنادي الاهلي يبقى التوفيق في صالحه، واتمنى ان هي تكون مباراه تليق بالناديين، لان احنا بنمثل يعني مصر، وبنمثل يعني الوطن العربي كله بيتفرج عليها، والشرق الاوسط كله، كل العالم بيتفرج على ماتش الاهلي والزمالك. فاعتقد تبقى مباراه صعبه، فاتمنى ان شاء الله ان المباراه تليق باسم مصر ودي اسم الناديين، وتكون كويسه، وان شاء الله التوفيق في صالح النادي.